على الرغم من ضيق المكان فإنه يمثل كوناً شديد الخصوصية، إنه مكان اللعب حيث يقضي الطفل أغلب وقته. وفي خضم التسوق خلال الأعياد يشتري الآباء لعباً لأطفالهم، فهل ستكون كما كانت دائماً سيارة للأولاد ودمية للبنات؟ الحكومة البريطانية تتدخل للمرة الأولى سعياً وراء المساواة بين الجنسين حتى في الألعاب، لأن التفرقة على حد وصفها تحد من طموح الأطفال. إنها حملة بعنوان أبقوا الألعاب ألعاباً، وهي طريقة رائعة في عرض مجموعة ممتازة من الألعاب دون تخصيص أي منها للأولاد أو البنات، إنها فقط ألعاب. الوزيرة وجهت رسالة لصناع الألعاب في البلاد تدعوهم لطرح أفكار وخطط للقضاء على التفرقة بين الجنسين فيها، خاصة في المجالات الهندسية ومجال الإنشاءات. نحن الآن أمام واحد من أشهر محلي الألعاب في العاصمة البريطانية. عند التجول في أروقته سنجد غالباً تقسيماً للألعاب بين الأولاد والبنات، فالعرائس مثلاً تحمل صورة فتاة، ولعبة الطبيب تحمل صورة فتى، أمر بحسب المختصين يرسخ أكثر وأكثر الصورة النمطية عن كلا الجنسين وينميها تدريجياً داخل الطفل. لكن بعض المحال نجحت في الاختبار الصعب وأزالت الفوارق في ألعابها. يستطيع الصبي أو الفتاة أن يأتي إلى هنا وهم يعلمون أن كل الألعاب متاحة لهم وليس هناك فروق بسبب النوع، وليست هناك رفوف منفصلة لكل منهما. ويبقى أن طموح الأطفال لمهن كثيرة يتشكل حسب بعض الخبراء بناء على ألعابهم، لهذا لا نجد فتيات كثيرة تطمحن للعمل في مهنة الأطفاء ولا صبيانا يحلمون بالعمل في مجال التمريض. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.